بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم ريم الحجوج اغا، خبيرة الداء السكري بانجلترا. اليوم غادي نكمل معكم واحد السلسلة ديال التعريف بالأدوية ديال مرضى السكري، واليوم غادي نهضر لكم على واحد الصنف اللي هو مهم بزاف ديال الأدوية، واللي سميتو سيلفونيليوريا، كياخدوها أموالين السكري النوع الثاني فقط. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على بزاف ديال الأسئلة. السؤال الأول غادي نجاوبوا عليه هو غادي نعرفوا بهذا السيلفونيليوريا والأسماء ديالها اللي كتدخل اللي كاينة موجودة في الأسواق العالمية، والفوائد والآثار الجانبية ديال السيلفونيليوريا، وكذلك شكون اللي يمكن له ياخذ هذا السيلفونيليوريا هادي. اذا بسم الله نبداو. شنو هي هذه السيلفونيليوريا؟ هادي اسم ديال واحد التركيبه كيميائيه ديال الادويه المخفضه لمرض السكري النوع الثاني. بالنسبه لمرضى السكري النوع الثاني، اول دواء اللي كنقترح عليهم واللي كنعطيوهم هو الميتفورمين. المشكل انه الا مشى حتى ما هبطلهمش الخزان واحد المستوى اللي هو مطلوب ومستحب ومعقول في خلال 3 شهور او 6 شهور او حتى عام، الا كان عندهم مستوى الخزان منخفض شنو كنديروا؟ كنزيدوا لهم الدواء. هذا السيلفونيليوريا كتكون اختيار الثاني اللي خصو يتزاد مع الميتفورمين. هاد السيلفونيليوريا تخفض الخزان بالدرجه الاولى. كيفاش كتخدم هاد السيلفونيليوريا؟ كتحفز البنكرياس باش ينتج الانسولين زياده، لان الانسولين بارفوا في الجسم كيكون قليل. اذا هاد السيلفونيليوريا كنوصفوها للمرضى السكري النوع الثاني اللي ما تخفض لهم شاي الخزان واحد المده بالميتفورمين بوحديته. يعني لما تخفض لهم شاي الخزان كنقترحوا عليهم انهم ياخذوا دواء اخر وهو واحد من هاد السيلفونيليوريا. باش نشرح لكم بواحد الطريقه مبسطه شنو كيدير هاد السيلفونيليوريا. الجسم ما كينتجش بزاف الانسولين، الدواء هذا شنو كيدير؟ بحال اللي كيعصر ديك البنكرياس، كيعصرو باش ينتج انسولين اكثر، يعني انه محفز للبنكرياس باش ينتج الانسولين. اذا ملي كيتنتج هذا الانسولين غادي يكون عندنا الانسولين كافي لتغطيه النسبه ديال الجلوكوز اللي عندنا في الاوعيه الدمويه. اذا كيخفض نسبه السكر في الدم بواحد الطريقه جيده جدا. شكلها شكل الانسولين. هاد الدواء هذا كناخذوه مره ولا مرتين على حسب التركيبه ديال الدواء، يعني حسب الجرعه اللي كيوصفها الطبيب. كاين اللي ما كيحتاجش بزاف وكاين اللي كيحتاج اكثر. اذا فوقاش كناخذوه؟ كياخذوه يا اما قبل من الوجبه بواحد الوقت قصير، ولا كيتناولوه مع الاكل، يعني في وسط الاكل. هاد الدواء هذا كيمكن له يتخذ مع راسو، كيمكن له عاوتاني يتخذ مع الميتفورمين الى دعت الضروره لذلك. اذا شنو هي الاسماء اللي كاينه في الاسواق ديال العالميه ديال هاد الادويه؟ كاينين بزاف ديال العلامات التجاريه وكل شركه وشنو مسميه، ولكن هو كلهم كيدخلوا في هذا الصنف ديال السيلفونيليوريا. كاين هنايا بار اكزومبل كاين عندنا ديال ميكرون، هي اللي مشهوره بزاف في المغرب كنظن. كاين اماريل، ما عرفتش واش عندكم بزاف. غليكلازيد، هذه غليكلازيد هذه حتى هي مشهوره بزاف. كل نوع مختلف عن الاخر، وكيبقى انهم كلهم كيديروا نفس العمل، كيخدموا بنفس الطريقه، يعني حتى يحفزوا البنكرياس باش ينتج انسولين طبيعه الحال. اذا شنو هي الفوائد والاثار الجانبيه ديال السيلفونيليوريا؟ يعني بحال الجليكلازيد، الفائده الاساسيه هي انها كتفرز الانسولين، وبالتالي كتساعد على تخفيض المستويات ديال الجلوكوز في الدم او نسبه الخزان بطبيعه الحال. كاين الاثار الجانبيه ديال هذا الدواء هذا شنو يمكن له يدير؟ انه كينتج الانسولين، كيمكن له يشكل واحد الخطر ديال انخفاض ولا هبوط نسبه السكر في الدم. هذا هو السايد افيكت ديالو ولا الاثار الجانبيه اللي هي خايبه في هذا الدواء هذا، بحال الشكل ديال الانسولين يمكن له يهبط السكر. كاين واحد النوع اللي هو جديد سميتو غليميبيريد، هذا خاصيه ديالو انه ما كينتجش عنه هبوط متكرر ديال نسبه السكر في الدم. كاين الناس اللي يمكن لهم يكونوا عندهم الحساسيه من شي ماده من المواد الكيماويه اللي كيدخل في هذا الدواء هذا. اذا لاحظتوا بان كاين مشكل عندكم
مثلا شي حكه في الجسم من بعد واحد 6 ولا 8 ديال الاسابيع الاولى من العلاج من اخذ هذا الدواء، يمكن لكم ديفلوبي يا اما الحكه في الجلد يا اما طفح شي حمرار هكا في الجلد ديالكم. ردوا بالكم غتخصهم توقفوا العلاج وتتصلوا بالطبيب ديالكم باش يبدل لكم الدواء، لانه ربما يكون ما وافقكم. بما ان هذه الادويه هذه تسبب انخفاض نسبه السكر في الدم، احنا كننصحوا بانكم يكون عندكم شي اله في المنزل ديال قياس السكر في الدم باش تراقبوا السكر ديالكم. ملي تحسوا بالاعراض ديال الهبوط السريع لنسبه السكر في الدم خصكم تردوا بالكم باش تريتيوه، يعني خصكم تراقبوا مستويات السكر في الدم، هذا هو اللي مطلوب. اذا شكون اللي ما خصوش ياخذ هذه الادويه؟ هاد الدواء هذا ما خصوش ياخدوه، ما كتصلحش هاد الادويه لكبار السن اللي هما ضعاف بزاف وعنده مناعه قليله وما كيرياجيوش بسرعه، واحد بطء في السرعه، لانهم خطر عليهم ديال الهبوط في نسبه السكر في الدم. كذلك ما كنصحوش بهاد الدواء هذا يتعطى للناس اللي كيعانيو من زياده في الوزن ولا السمنه. علاش؟ لان هاد الدواء هذا كيساعد انه يفتح الشهيه للناس باش ياكلوا، مادام انه الانسولين كيتفرز بزاف المرضى تيحسوا بالجوع وكياكلوا بزاف وكيزيدوا في الوزن. هذه هي الاثار الجانبيه اللي هي شائعه لهذا الادويه. كاين عاوتاني من غير المناسب ان هذا الدواء هذا يتعطى للناس اللي هما عندهم السكري النوع الاول، ولا كياخذوا لواحد العمليه جراحيه لاستئصال البنكرياس، لان هاد الدواء هذا فقط كيعمل مع البنكرياس. مادام ان مرضى السكري النوع الاول لا ينتجون الانسولين وكذلك داروا عمليه واستأصلوا البنكرياس لا ينتجون الانسولين، فهذا الدواء لا يصالح ابدا لهؤلاء الناس. اذا سالينا هذا الحصه ديال التعريفيه بهذا الدواء هذا اللي هو السلفونيوريا. كنتمنى نكونوا استفدتوا وفهمتوا هاد الدواء هذا وشنو كيدير وشنو هما المزايا ديالو والمساوئ. الى هنا انتهت هاد الحصه، نتمنى نكون توفقت في اختيار الموضوع، والى اللقاء في حصه اخرى من تثقيف مرضى السكري وعائلاتهم بالمغرب ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، كانت معكم مريم الحجيوج اغا، والسلام عليكم ورحمه الله.